السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديكم معايا وندوزو نهار في الجامعة شانغان يونيفرسيتي. آخر مرة الفيديو كان على الجولة في الجامعة لي ديبارتمون لي نيسيسار والمؤسسيين وفين كتقدروا تخطوا الوراق ديالكم وفين تقدروا تدوزو نهار ديالكم كطلاب عاديين. اليوم غادي ناخدكم معايا في الجامعة وغادي تدخلوا معايا الأقسام ونشوفوا كيفاش كيكون الدراسة وكيفاش كيتم حتى الامتحانات وكذلك الأنشطة اللي كنقوموا بها في الجامعة اللي هما الأحداث الرياضية وكذلك الفيستيفال ديال الكالتشر اللي كيديروه مره في العام. وبما انني انا طالبه في الام بي اي ماستر بزنس ادمنستريشن الفيليير ديال الماركتين اند انوفيشن فكيكون عندي دي ماتشير اللي هما في السبيسياليتي ديالي بحال انوفيشن والبراند ماركتين وكيكون عندي دي ماتشير اخرين اللي كيكونوا كوما ما بيني وما بين كاع لي فيليير اخرين بحال ستاتستيك والفرونتير مانجمنت. بالنسبه للستاتستيك هي اللي كنقراها في هذه الدوره وكانت عباره على حصص كنمشيو ليها وكنحضروا وكان امتحان في اخر السمان اللي هو عبارة على مشروع كتقدمه للأستاذ ديالك. بالنسبة للحصة ضروري الحضور ديالكم والحضور كيتقيد وكيأثر الغياب ديالك بشكل سلبي على النقطة ديالك في آخر المطاف. بما ان عندي غير ستاتيستيك في الصباح فمن بعد ما كنسالي الحصة ديالنا كنمشيو للكانتين باش نتغدى. هدية واحد تيران اخر ديال كرة الطاولة هدا ديال التينيس. وهذا هو الكانتين اللي غنمشيو ناكلو فيه ان شاء الله. دابا دابا وقت الناس كلشي مدرسة عامة. البناية ديال الكانتين كتكون من ثلاثة طوابق وكل طابق كيتميز بنوع من الأنواع ديال الأكل المختلفة على الطابق الآخر. الاكل الحلال كاين في الطابق الثالث وفي الطابق الثالث كتلقى صينيين الطلبه من مختلف الدول على حساب شنو نوع الاكل اللي كيفضلوا ياكلوه ما كيبقاش الاختلاف. وهنايا عنده جوج مداخل. المدخل الاول كيديك على البوفي اللي كاين هنايا طبعا كتختار شنو يعجبك وشنو بغيتي ومن بعد انت كتمشي تعبروا في الميزان وتتخلصوا. وهنا دايرين 1.5 RMB على كل 50 غرام. طبعا كيف قلت لكم من قبل باللي هنايا ملي كتبغي تاكل خاصك ضروري تخلص بالكارت ايتوديونت ومن غير ستودنت كارد ما كتقدرش تخلص بحتى شي طريقه اخرى. هذاك الشيء علاش دائما ملي تاخذوا الكارت ديالكم تشارجيوها كاين حتى هي تشارجيها بجوج طرق يا اما تمشي للبيرو اللي كنت هضرت لكم عليه في الفيديو اللي فات اولا انكم تمشيو للويشات باي وتخلصوا عن طريق الويشات. طبعا هذا المطعم فيه بزاف ديال الاطباق المختلفه اللي كتقدر تختار انت شنو بغيتي وفيه حتى بلايص اخرى فين كيطيبوا حاجات اخرين بحال لي بات بحال البرجر. انا كيعجبني البرجر داكشي علاش كنمشي دائما كناخذو. وكتقدر تاخذ حتى من هذه الثلاجه وتختار اي حاجه بغيتيها وتعبرها وتخلصها بالطريقه المعتاده. وهنا من بعد كتستمتع بالوجبه ديالك في هذا المكان وبصحه والراحه. هذه احسن كلاس كنقراو فيه. في هذا القسم كنقراو الانوفيشن والاستاذ ديال هذه الماده استدعى جوج شخصيات من احدى الشركات باش تشرح لنا كيفاش كيستعملوا تيك توك وعلي بابا باش انهم يزيدوا في المبيعات ديالهم وكيفاش كيخدموا بهذه التطبيقات بما انهم من اكثر التطبيقات الناجحين في رياده الاعمال. الامتحان النهائي في هذه الماده كان عباره على بريزونطاسيون حول ستادي بلان
ديال واحد من الشركه اللي غنأسسوها في المستقبل، وغادي تكون كتضمن حل لبعض المشاكل اللي كنعانيو منها حاليا. طبعا في هذه البريزونطاسيون خاصنا نحطوا كاع داكشي اللي قريناه في هذه المده كامله واللي تعلمناه واللي خاصنا نكونوا كادابطينو مزيان. ودابا غادي ناخذكم معايا للتيغا باش غادي تشوفوا فين كيتم تحضير الحدث الريادي والمهم اللي نظمته الجامعه ديالنا. طبعا الجامعه كتحتاج وقت طويل باش انها تنظم هذا الحدث، داكشي علاش التحضيرات كانت مهمه وكانت كتقوم بشكل يومي في هذه المده هذه وفي هذه الملاعب كيف ما كتشوفوا هنايا، داكشي زوين بزاف وكانت النتيجه مبهره جدا. في هذا الحدث الريادي شفنا واحد النوع من الابداع اللي هو مذهل من خلال الجامعه التنظيم ديالها المتقن، وكذلك من خلال المواهب الكثيره والمتعدده اللي كانت عند الطلبه. ودابا نشوفوا النتيجه. كذلك الجامعة نظمت الفيستيفال كالتشر، فيه فين تجمعوا كاع الدول ديال الطلبة اللي كاينين في الجامعة، وكان حفل رائع وكان واحد المجتمع اللي شفنا فيه بزاف ديال الأشياء المختلفة ودول مختلفة، ثقافة مختلفة، أكل مختلف، وكانت تجربة زوينة. من أكثر الأشياء اللي كانت عجباني هي الماكلة، وصراحة كانت الماكلة بنينة وكانت بزاف ديال الدول اللي حاطة انواع مختلفه وجديده، وحتى الديزاين، اللباس، الاكسسوار، كل شيء كان كيمثل وكيبين على ثقافه كبيره وعريقه لكل الدوله المشاركه. اليمن احسن مكان صراحة، انظروا للدقة، بس تقليدي. اخيرا حنا عربية، يمني انا ست عربي. بسم الله، جينا عند اليمنيين بس غادي ناكلو. انا سعيدة. الدراسة في الصين من أحسن التجارب اللي عشتها في حياتي والمسار الدراسي ديالي، وكنقدم من هذا المنبر شكر خاص وجزيلا للإيوان انترناشونال سنتر على الخدمة ديالهم المتقونة والجيدة اللي داروها معايا باش أنني قدرت نحصل على السكولارشيب ديالي في جامعة شانغان يونيفرسيتي. وهنا الفيديو ديالنا كيكون تسالة، ما تنساوش تخليوا لي رأيكم في التعاليق، والسلام عليكم.